يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الحادية والخمسون بعد المئتين يا إمام, يا إمام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق محطات فارغة, فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف أيام لو حزن, فنك لو حزن أسود, أسود يظل طول الطريق, الطريق الدرب يا إمام يا إمام موحش يا إمام موحش موحش يا إمام, يا إمام الدرب موحش يا إمام, موحش يا إمام, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب أصف فيك وأى نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل لا هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء التاسع من حديثي بخصوص المرجع الديني المعاصر اسحاق الفياض ساتناول سؤالا من الاسئله التي وجهت الى اسحاق الفياض مع جوابه على هذا السؤال رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على سؤال السائل عن دم الإمام المعصوم هل هو نجس أو طاهر؟ رجاء اعرضوا لنا صورة هذا السؤال مع جواب إسحاق الفياض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. هذه الصورة ورجاء أبقوها على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال وقراءة الجواب. هذه الصفحة معنونة بهذا العنوان العقائد والشعائر الحسينية. انها من الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض في الحقيقه فان الوثيقه تشتمل على سؤالين سؤال عن كتب الضلال وقد مر الكلام بخصوص هذا السؤال وجوابه. السؤال الثاني وهو في آخر السؤال الأول: هل دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس وما هو الدليل؟ فسائلوا يسأل إسحاق الفياض هل أن دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس ويسأل عن الدليل هو أجابه أجابه من دون دليل هكذا جاء في الجواب الإمام عليه السلام كغيره كغيره من الناس كغيره من البشر كغيره في هذا الاحكام في هذه الاحكام مطبوع هكذا في هذا الاحكام في هذه الاحكام الامام عليه السلام كغيره من الناس في هذه الاحكام يعني ان دم الامام المعصوم نجس بحسب فتوى وعقيده اسحاق الفياض قطعا هو لا ينفرد بهذا القول هذا هو القول المعروف عند مراجع حوزه الطوسي عند مراجع النجف وكربلاء من الأموات ومن الأحياء ومن القادمين في الطريق منطق مرجئي في كل صغيرة وكبيرة ترتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا اريد ان اطيل كثيرا في الجواب في هذه الحلقه اولا هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقه وفصلت القول فيه يمكنكم ان تعودوا الى برامجي المنتشره على الشبكه العنكبوتيه وتطلع على التفاصيل التي ذكرت هناك بخصوص هذا الموضوع بخصوص طهاره دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا اولا وثانيا حلقه يوم غد ستكون مخصصه للحديث عن هذا الموضوع فيما يرتبط بعقيده مراجع الشيعه عموما ساترك الحديث في هذه الجهه الى حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنني ساجيب الجواب الصحيح كي ينكشف الضلال وكي تظهر الصورة المرجئية البترية التقصيرية فيما تحدث عنه إسحاق الفياض وما عليه المراجع الاخرون من الذين ماتوا من الاحياء ومن القادمين في الطريق السائل يسأل عن دم المعصوم هل هو طاهر ام انه نجس اسحاق الفياض اجاب من ان دم الامام كغيره في هذه الاحكام هذا يعني ان دمه نجس وليس طاهره هذه الفساوى في الحقيقه وما هي بالفتاوى هذا الضلال وهذا الهراء يتعارض مع منطق القرآن بدرجة مئة بالمئة وأئمتنا بيّنوا لنا من أن كل شيء من هراء هؤلاء السفلة أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي إنهم سفلة الشيعة كما يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اصحاب العقيده التقصيريه هؤلاء هم سفله الشيعه هؤلاء هم اراذل الشيعه حقراء الشيعه فما ياتي عن هؤلاء الاراذل والسفله والحقراء من مراجع حوزه الطوسي من المقصره من البتريه من المرجئيه اذا جاء معارضا للقران فانه قول باطل وقول ضال وهذا ما سابينه لكم الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب إنها الثالثة والثلاثون بعد البسملة آية التطهير تعرفونها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا اريد ان اقف طويلا عند هذه الايه لانني قد تحدثت عنها كثيرا في طوايا برامجي المختلفه السابقه وانما اذهب الى جهه من جهاتها اذهب الى ما جاء مذكورا في الايه بهذا العنوان الرجس انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت سأسأل القرآن عن الرجس الذي تتحدث هذه الآية عنه الآية واضحة انها تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية تنزه وتقدس وتعظم أهل البيت في أنهم منزهون عن كل نوع من أنواع الرس. ماذا يقول القرآن عن أنواع الرس؟ إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة والعشرين. بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض مرض القلوب معنوي ليس ماديا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا هذه الزيادة معنوية فهذا الرتس رتس معنوي إنها قذارة معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم رجسهم هو مرض قلوبهم وأمراض القلوب كثيرة أمراض القلوب على كثرتها هي معنويه ما هي بماديه هذا رجس معنوي واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون الرجس هنا معنوي آية التطهير تنزه وتطهر أهل البيت من كل أنواع الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا هو الرجس المعنوي في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سوره التوبه نذهب الى سوره المائده والى الايه التسعين بعد البسمله من سوره المائده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الايه تحدثنا عن رجس منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الخمر في بعده المادي رجس نجاسة الخمر سائل نجس فهذه نجاسه ماديه ولكن هناك نجاسه معنويه النجاسه المعنويه تترتب على شارب الخمر بعد ان يعاقر تلك الماده النجسه فالذي يعاقر الخمر يعاقر هذه الماده المحرمه النجسه فضلا عن تنجسه من الجهه الماديه بسبب المخالطه والملامسه والممازجه معها ماديا وهناك نجاسه معنويه تترتب على ذلك الانسان بعد ان يشرب تلك الماده على سبيل المثال مثلا صلاته لا تقبل الى اربعين يوما هذه قضيه معنويه صرفه إلى سلسلة من الآثار المعنوية فالخمر من جهة رجس مادي ومن جهة رجس معنوي وهذا لا يترتب على شربه فقط على بيعه على صناعته على نقله على توفيره للذين يريدون ان يشربوه وفي كل ذلك هناك نجاسه ماديه وهناك نجاسه معنويه فالاموال التي يحصلها صانع الخمر تترتب عليها اثار منها ماديه ومنها معنويه انا لا اريد ان اخوض في كل التفاصيل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الميسر القمار بكل اشكاله في الميسر رجس معنوي وفيه رجس مادي الميسر بما هو هو عملية اللعب والعبث بكل انواع القمار رجس معنوي لكن الأموال المستحصلة من المقامرة هذه ستتحول إلى مادة محرمة وهذه المادة المحرمة قد تتصف قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة أقول قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة المادية لأن الأطعمة المحرمه قد تكون محرمه وليست نجسه ولكن في بعض انواعها قد تكون محرمه ونجسه بالنتيجه هذه الامثله امثله عن رجس معنوي وعن رجس مادي قد يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بهذه العناوين وقد يكون مرتبطا ارتباطا ليس مباشرا بهذه العناوين. انما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب جمع لنصب. والنصب هي الدكه التي توضع في بيوت الاصنام كي تذبح عليها الذبائح باسم تلك الاصنام تقربا لتلك الاصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى هنا نجاسه ماديه ونجاسه معنويه الذبائح هذه ميته والميته نجسه فهذه الذبائح ميته يحرم اكلها وحكمها حكم الميته انها محرمه وفي الوقت نفسه نجسه هذه نجاسة مادية أما الفعل نفسه عملية التقرب إلى الأصنام فإنها نجاسة ورجاسة معنوية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأزلام جمع لزلم والزلم هو السهم المخصص لعمليه الاستقسام او لعمليه القرعه بمثابه الخيره بمثابه الاستخاره انها استخارة الأصنام الأزلام جمع لزلم والزلم هو السهم الذي يرمى من القوس ولكنه من دون ريشة لذا لا يستعمل في الرمي وإنما يستعمل في عملية الاستقسام أو في عملية القرعة في عملية الاستخارة ما المراد من الاستقسام قد يتشارك أشخاص في شراء ناقة مثلا ويقومون بذبحها وبعد أن تذبح يقومون بتقسيم لحمها فيما بينهم بطريقه الازلام وهو اسلوب مقامره فيمكن للشخص الذي اشترك بمال قليل في شراء الناقه ان ياخذ حصه كبيره قد تكون اكبر من حصص الباقين مع انه ما دفع الا قليلا من المال لكنه بسبب المقامره نال هذه الحصه الكبيره عمليه استقسام باسلوب المقامره عبر الازلام فهو نحو من انحاء المقامره نحو من انحاء الكسب غير المشروع وقد تستعمل للاستخاره فهناك من الازلام ما يكتب عليه افعل وهناك من الازلام ما يكتب عليه لا افعل وتجمع هذه الازلام في وعاء يكون موجودا في بيت الاصنام فحينما يريد شخص ان يسافر يتوجه الى بيت الاصنام ويطلب من سادن الاصنام من رجل الدين في معبد الاصنام ان يجري له الاستخاره عبر هذه الازلام في طقس كانوا يجرونه وبعد ذلك يقوم بالاقتراع بالقرعه فاذا اخرج الزلم الذي يقول افعل قد كتب عليه افعل او افعل فانه سيذهب في سفره واذا خرج الزلم الذي مكتوب عليه لا تفعل او لا افعل فانه لن يذهب في سفره استخاره في بيت الاصنام على اي حال فالازلام اذن تاره تستعمل في رجاسه ماديه كما في قضيه تقسيم لحم الذبيحه وتاره تستعمل في عمليه استخاره الاصنام فهناك رجس مادي وهناك رجس معنوي إذا هذا نوع آخر من أنواع الرجس وهي الأرجاس التي في جهة من جهاتها تكون مادية وفي جهة من جهاتها تكون معنوية آية التطهير تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مع التأكيد والتشديد ويطهركم تطهيرا مر علينا في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة مر علينا الرتس المعنوي فأهل البيت منزهون عنه وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رتسا الى رتسهم وماتوا وهم كافرون هذا هو الرتس المعنوي بكل معاني الجهل السفاهه الغوايه الضلال الشك الوهم الحسد الحقد الكبر البخل النسيان السهو الغفله كل هذه المعاني هي من مصادق الرجس المعنوي الرجس المعنوي كل قذاره كل نقص محمد وال محمد منزهون عن كل هذه العناوين ما ذكرتها على سبيل المثال وما لم اذكرها كل ما ينطبق عليه عنوان الرجس المعنوي اما الايه التسعون بعد البسملة من سوره المائده فانها تحدثنا عن ارجاس فيها جهه ماديه وفيها جهه معنويه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه العناوين هي مصاديق من نوع من انواع الرجس في بعض جهاته نجاسه ماديه وفي بعض جهاته نجاسه معنويه واهل محمد منزهون عن اي رجس باي درجه من الدرجات عن اي رجس فيه جهه ماديه رجاسه ماديه وفيه جهه معنويه رجاسه معنويه في سورة الأنعام في الآية الخامسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة نوع ثالث من أنواع الرجس إنه الرجس المادي مر علينا رجس معنوي أرجاس فيها جهات ماديه وجهات معنويه هذه الايه وهي الخامسه والاربعون بعد المئه بعد البسمله من سوره الانعام تتحدث عن رجس مادي وتتحدث ايضا عن ان الدم رجس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم الحديث عن رجس مادي محض هناك اثار معنويه الايه ما وصفتها بالرجسيه وانما وصفتها بالفسق فانه رجس هذا في بعده المادي او فسقا اهل لغير الله به اهل لغير الله به هذه قضيه معنويه وصفت بالفسق دققوا في الايه ان كان المصحف قريبا منكم فافتحوا المصحف على هذه الايه من سوره الانعام ان لم يكن قريبا منكم بعد الحلقه عودوا الى هذه الايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة هذه نجاسة مادية قد ترتبط بها آثار معنوية الآية كانت دقيقة وصفت الجهة المادية بالرتس ووصفت الجهه المعنويه من الاثار او العلائق التي ترتبط بهذه النجاسات الماديه وصفتها بالفسق الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير حتى اذا شك شاك في الميته فلا يستطيع ان يشك في لحم الخنزير فلحم الخنزير نجاسه ماديه صرفه بحسب الايه الاثار المعنويه المترتبه على هذه النجاسات الماديه وصفت بالفسق واما النجاسه الماديه وصفت بالرجس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم موطن حاجتنا من الايه او دما مسفوحا فانه رجس فالدم المسفوح انه دم الحيوان ودم الحيوان قد يكون دما للحيوان الناطق للانسان وقد يكون دما لسائر الحيوانات الاخرى او دما مسفوحا فهذا الدم عبر القران عنه بانه ريتس وايه التطهير تنزههم تطهرهم عن كل مصادق الرجس، عن كل انواع الريتس في الكتاب الكريم لن تكون دقيقه لن تكون بليغه اذا كانت قاصده لنوع من انواع الرئتس في الكتاب الكريم سيكون القران مهلهلا في بلاغته ودقته واتقانه فالقران ذكر لنا الوانا انواعا من الرئتس فما جاء في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة رتس معنوي وما جاء في الآية التسعين بعد البسملة من سورة المائدة أرجاس لها جهة ماديه ولها جهه معنويه وما جاء في الايه هذه وهي الخامسه والاربعون بعد المئه بعد البسمله من سوره الانعام رجس مادي صرف الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس الاثر المعنوي الآية ما وصفته بالرجس وإنما بالفسق أو فسقا أهل لغير الله به، الآية دقيقة والقرآن دقيق، رجس معنوي صرف رجس مادي صرف رجس فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية إذن هناك عدة أنواع من الردس والآية واضحة في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس هذه الألف واللام في الردس إما أن يراد منها الف الحقيقه فان حقيقه الرجس بكل مصادقه واما ان يراد من الالف واللام هنا للاستغراق للاستيعاب للشمول انها تكون شامله لكل انواع الرجس الذي ذكر في القران اما اذا اردنا ان نقول من ان الرجس في الجانب المعنوي فقط فهناك نوعان من الرجس ذكر في القران فكيف يقول القران من ان اهل البيت نزهوا عن الرجس وبقي نوعان من الرجس رجس فيه جهه ماديه وفيه جهه معنويه ورجس مادي صرف الايه واضحه اهل محمد منزهون عن كل انواع الرجس التي تحدث عنها القران أو دما مسفوحا فإنه رتس ففتوى إسحاق الفياض المرجع الأعلى بحسب تعيين السيستاني هذه فضلا عن أنها تسيء إلى محمد وأهل محمد وتكشف عن عقيدة مرجئية بترية قذرة تخالف منطق القرآن جملة وتفصيلا هذا إفتاء بغير علم ومن أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم هؤلاء جهنميون هؤلاء ضالون الذين يوصفون بأنهم الأعلام بأنهم آيات الله العظمى بأنهم نواب صاحب الزمان نائب صاحب الزمان يصدر فتاوى تسيء إلى صاحب الزمان وهي تتعارض بدرجة مئة بالمئة مع قرآن صاحب الزمان أي نيابة هذه لصاحب الزمان كذابون هؤلاء دجالون سفلة من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة أي منطق هذا هذه قضية لا تحتاج إلى كل هذا الكلام المعصوم منزه عن كل قذر في ظاهره وباطنه نحن حينما نخاطبهم من أننا مؤمنون بظاهركم وباطنكم. نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي وبباطنهم الجسدي ونؤمن بظاهرهم المعنوي وبباطنهم المعنوي فكيف نؤمن بنجاسته؟ كيف نعتقد بنجاسته؟ ما هذا المضمون يتكرر في زياراتهم اني مؤمن بظاهركم وباطنكم نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم الجسدي ونؤمن بظاهرهم المعنوي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم المعنوي فكيف نؤمن بقذارة وبنجاسة منطقيا لا يمكن أن يكونوا في قمة الكمال الباطني معنويا ما لم يكونوا في قمة الكمال المادي ظاهرياً لا يمكن، لا يمكن أن يتكاملوا باطنيا في الجانب المعنوي ما لم يتكاملوا ظاهريا أيضا في الجانب المعنوي وفي الوقت نفسه لا بد أن يتكاملوا ظاهرا وباطنا على المستوى المادي على المستوى الجسدي من هنا نحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفه من انه طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في جميع الاتجاهات ونقول له طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت فيها وطهر حرمك هذه الطهاره لها ابعادها الماديه ولها ابعادها المعنويه لا اريد ان ادخل في كل التفاصيل فالقضيه واضحه جدا ومن قرا زياراتهم فإن ذوقا واضحا صريحا جليا في كل زياراتهم ينبئ عن طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات في الاتجاهات المادية وفي الاتجاهات المعنوية سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان على سبيل المثال وليس على سبيل التقصي في الزياره الجامعه الكبيره هكذا نخاطبهم اقرا عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزياره الجامعه الكبيره عصمكم الله من الزلل الزلل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وآمنكم من الفتن، والفتن أيضا قد تكون في جانب مادي وقد تكون في جانب معنوي وقد تجتمع الجهتان المادية والمعنوية في هذه الفتن، هناك من الفتن ما هو معنوي وهناك من الفتن ما هو مادي وهناك من الفتن ما يجمع بين الجنبتين بين الجنبه الماديه والمعنويه عصمكم الله من الزلل وامنكم من الفتن وطهركم من الدنس والدنس في لغة العرب قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس والرتس في لغة العرب أيضا عودوا إلى معاجم اللغة قد يكون ماديا وقد يكون معنويا فالآية ايه التطهير اذا اردنا ان نتوقف عند اللغه فقط فانها تدل على تنزيه محمد وال محمد عن الرجس المادي وعن الرجس المعنوي لكننا لا نحتاج الى هذا فان القران قد فصل لنا أنواع الرتس فجاءنا بثلاثة أنواع هناك رتس معنوي صرف ورتس مادي صرف وهو الدم الدم المسفوح عبر عن بأنه رتس رتس مادي صرف وهناك الأرجاس التي لها جنبة مادية وجنبه معنويه فتفصيل القران ادق بكثير من تفصيل معاجم اللغه عصمكم الله من الزلل وامنكم من الفتن وطهركم من الدنس واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا لذا فانهم مصدر للدين الطاهر من اراد الله بدا بكم لو لم يكونوا حقيقه طاهره في ظاهرهم المادي وفي باطنهم المادي في ظاهرهم المعنوي وفي باطنهم المعنوي لما جعلوا في هذا المقام من اراد الله بدا بكم الله الطهاره المطلقه بل ما وراء الطهاره المطلقه بل تنتهي العبائر والألفاظ بوابته لابد أن تتسم بسمة طهارته لابد أن تكون طهارة بوابته طهارة بابه لابد أن تكون طهاره مطلقه في جميع الاتجاهات اين باب الله الذي منه يؤتى اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء هل يمكن ان تكون نجاسه متعلقه بوجه الله الذي نتوجه اليه باي مستوى من المستويات هل يمكن ذلك اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء هل يمكن ان تتعلق نجاسه بهذا الوجه باي مستوى من المستويات يمكن هذا باي منطق بمنطق العقل بمنطق الفطره بمنطق الوجدان بمنطق العباده بمنطق العقيده بمنطق القران بمنطق الزياره الجامعه الكبيره بمنطق من بمنطق هؤلاء الحقراء السفله في حوزة الطوسي فقط بمنطق هؤلاء المرجئة البتريين مثلما يضرط إسحاق الفياض هنا في جوابه على سؤال السائل من ان دم الامام المعصوم يكون نجسا من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم عقيده التوحيد انها عقيده الطهر والطهاره كيف نستلمها من جهه ليست طاهره في كل ابعادها ستكون عقيده ملوثه النجاسات الماديه تترك اثارا معنويه انا لا اتحدث عن تلوث مادي هنا لكن النجاسات الماديه تترك اثارا معنويه في الزياره الجامعه لائمه المؤمنين هي غير الزياره الجامعه الكبيره اقرا عليكم من مفاتيح الجنان ايضا عارف بمنزلتكم الزائر يتحدث عن نفسه حيث يقول واشهدكم يا مواليه اني مؤمن بولايتكم معتقد لامامتكم مقر بخلافتكم عارف بمنزلتكم مؤمن بعصمتكم خاضع لولايتكم متقرب الى الله بحبكم وبالبراءه من اعدائكم عالم بان الله قد طهركم عن اي شيء عالم بان الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبه ونجاسه ودنيه ورجاسه في جميع الاتجاهات الماديه والمعنويه عالم بان الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبه ونجاسه ودنيه ورجاسه طهاره مطلقه تتجاوز كل التعابير لا نملك تعبيرا في لغه العرب بل في كل لغات العالم ولغه العرب هي اللغه التي تشخص الحقائق الدينيه في ثقافتهم وفي قرانهم وفي حديثهم لو بحثنا في شرقها وغربها في شرق لغه العرب وغربها في كل جهاتها لما وجدنا تعبيرا نستطيع ان نستعمله لوصف سعه طهارتهم وعمقها وأسرار كنهها طهارة بلا حدود في جميع الاتجاهات ظاهرا وباطنا في الظواهر المادية والبواطن المادية وفي الظواهر المعنوية وفي البواطن المعنوية قارنوا بين هذا المنطق وبين قذاره حوزه الطوسي انها حوزه القذاره والنجاسه والرجاسه والسفاهه الا لعنه عليها ولعنه على منهجها القذر نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول ان خروج السفياني من الامر المحتوم قال لي نعم هو اختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون غيبه النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى في سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري قم المقدسة صفحة 250 إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده عن يعقوب ابن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإمام الصادق قال ليعقوب ابن شعيب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى القميص الذي سيخرج فيه امام زماننا في وقت ظهوره الشريف الا اريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى قال فدعا بقمطر والقمطر وعاء يصنع من الجلد او غير الجلد حقيبة خاصة وعاء خاص تحفظ فيه الاشياء الثمينة الاشياء العزيزة فدعا بقمطر ففتحه واخرج منه قميص كرابيس الكرابيس نوع قماش انه من القطن الابيض قماش من القطن الابيض لونه ابيض بلون القطن باللون الطبيعي للقطن فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فتح القميص فإذا في كمه الايسر في في ردنه في الردن فإذا في كمه الايسر دم هذا يعني أن الدم كان واضحا جدا بحيث ان يعقوب ابن شعيب ما ان راه عرف انه دم فاذا في كمه الايسر دم فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته اسنانه الشريفه في يوم احد وفيه يقوم القائم يعقوب بن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه ابو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورفعه رفعه رفع مكان القماطر ثم طواه ابو عبد الله ورفعه امامنا الصادق يحتفظ بقميص مزين بدم رسول الله فهل هو يحتفظ بقميص منجس بدم رسول الله ولماذا يلبس القائم قميصا منجسا بدم نجس لماذا؟ ماذا اقول لهؤلاء الثيران لهؤلاء الحمير من مراجع حوزه الطوسي اللغه القران الادعيه الزيارات جوهر العقيده سيره ائمتنا امام زماننا في يوم الظهور الشريف والحكايه طويله طويله ماذا يكشف هذا الموقف القذر من اسيحيق هذا ومن امثاله من المراجع كالسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وبشير النجفي والبقيه من الذين ماتوا من الاحياء من الاتين في الطريق من اراذل الشيعه وحقراء الشيعه انهم المرجئه انهم البتريون انهم اعداء العتره الطاهره هكذا وصفهم امامنا الصادق وهو يخبر المفضل ابن عمر من ان الناصبه ناصبه سقيفه بني ساعده يقول للمفضل اعداؤكم اعداء الشيعه واما المقصره المرجئه البتريه مقصره الشيعه فهم اعداؤنا اعداء العتره وهذه المصادق الواضحه لهؤلاء السفله من اعداء العتره الطاهره من امثال اسيحيق هذا والذي نصبه الاعلم والقضيه تعم الذين ماتوا وتعم الاحياء ما هم يشربون ويأكلون من نفس كنيف المراحيض من نفس كنيف المراحيض يتشاركون الاكل والشرب منه لو لم يكونوا كذلك لماذا يتقيؤون بهذه النجاسات لانهم يأكلون النجاسات يتقيؤون بهذه النجاسات فهم يأكلون ويشربون من نفس بالوعة المراحيض ولذا حينما يتقيؤون او يتجشؤون فانهم يتقيؤون نجاسة ويتجشؤون نجاسة وقذارة هؤلاء السفله لذا حينما يسأل السائل هل دم الامام المعصوم طاهر او نجس وما هو الدليل هو لم يشر الى دليل ولسنا بحاجه الى اهدلته الوسخه كوجه الوسخ فهكذا اجاب الامام عليه السلام كغيره في هذا الاحكام في هذه الأحكام. أعتقد أن القضية باتت واضحة لديكم من خلال الحقائق والمعطيات التي طرحتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه عن بدر ابن الخليل الازدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم لا بما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام سؤال آخر مع جواب من أجوبة هذا الضال هذا المرجئ البتري السؤال عن الرجعة عن عقيدة الرجعة رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل علي هذا السؤال وعلي الجواب معا عبر الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض رجاء اتركوا الصوره على الشاشه كي اكمل قراءه السؤال والجواب السائل هكذا يسال ما هو المراد من الرجعه هل يجب علينا الاعتقاد بها بكل تفاصيلها السؤال مهم وواضح ما هو المراد من الرجعه هل يجب علينا الاعتقاد بها بكل تفاصيلها ماذا يجيب هذا المرجئي البتري القذر اعني سيحيق الجواب الرجعه هي الرجوع من كل طائفه فئه هي الرجوع من كل طائفه فئه كلام ليس دقيقا المفروض ان يكون التعبير بصيغه اخرى على اي حال ساقرا مثلما جاء مكتوبا في السؤال الرجعه هي الرجوع من كل طائفه فئه يريد ان يقول من ان معنى الرجعه ان ترجع فئه مجموعه من كل طائفه من طوائف الناس هذا هو الذي يريد ان يقوله لكنه لم يحسن التعبير مثلما لا يحسن الكلام لا يحسن تعبيره في الكلام لا يحسن تعبيره في الكتابه على اي حال ما هو الاعلم الاعلم هكذا يكون الاعلم لازم يكون اثول الاعلم لازم يكون غبي الاعلم لازم يكون ليس مدركا لمذاق القران ولا متفقها بمضمون حديث العتره هذا هو الاعلم لابد ان يكون غارقا الى ام راسه في قذارات العيون الكدره القذره هذا هو الاعلم بحسب موازين السيستاني لذا انتخبه وجعله الأعلى في حوزة النجف وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية على أي حال هكذا يقول أبو محمود إسحاق الفياض الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة وهي ليست من اصول الدين اصول الدين فقط التي جئتم بها من الاشاعره التوحيد النبوه المعاد هذه اصول دينكم يا ايها المرجئه البتريه القذرون اخاطب جميع مراجع النجف من الاموات والاحياء لانهم على نفس هذه العقيده ويرتعون في نفس هذه القذاره الاشعريه المعتزليه المرجئيه البتريه الناصبيه الرجعه هي الرجوع من كل طائفه فئه وهي ليست من اصول الدين ولكن من يلتفت الى ثبوتها عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وجب عليه الاعتقاد بها الذي يلتفت الى ثبوتها ما هذا الهراء كل هذا هراء في هراء في هراء هذا الأعلم أصلا لا يعرف عقيدة الرجعة عقيدة الرجعة هي رجعة محمد وآل محمد ما هذا الهراء مع سوء تعبيره ولكن هو يقصد من أن الرجعة أن ترجع فئة من الناس من كل طائفة من طوائف الناس في أي مكان وجد هذا الكلام هذا الكلام لا ذكر له لا في الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة ولا في أدعيتهم ولا في زياراتهم لا بد أن تعرفوا هناك الرجعة العجيبة وهناك الرجعة العظيمة وأنا أشتق هذه الاصطلاحات من رواياتهم من أحاديثهم وأصفها بهذه الأوصاف لتمييزها الرجعة العجيبة التي أشير إليها في الأحاديث التي تقول العجب كل العجب مما يكون فيما بين جمادى ورجب العجب هذا حديث عن رجعه محدوده تكون في جمله ارهاصات ظهور امام زماننا من جمله علامات الظهور رجوع بعض الاموات خروج بعض الاموات في الغريب خروج بعض الاموات الروايات فصلت هذا لا اريد ان اقف عند هذه النقطه وانا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في العديد من البرامج يمكنكم ان تعودوا الى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن الرجعه فهناك بعض الأموات سيعودون منهم الصالح ومنهم الطالح وهناك أيضا سيعود بعض الأموات ممن سينصر إمام زماننا أتحدث عن العصر القائمي الأول وعقيدة الرجعة لا علاقة لها بهذا الموضوع هؤلاء الثولان من كبار مراجع حوزة الطوسي يتحدثون عن الرجعة هذه وأساسا كلام إسحاق الفياض لا ينطبق حتى على هذه عقيدة الرجعة التي يجب علينا أن نتمسك بها وهي من أصول الدين من أصولنا العقائدية أتحدث عن الأصول المتفرعة عن أصل الأصول فديننا له أصل واحد هو أصل الأصول هو إمام زماننا ومن هذا الأصل تتفرع فروع يمكننا أن نسمي الفروع الكبيرة والاساسية باصول تتفرع عن اصل الاصول احد هذه الفروع الكبيرة التي تتفرع عن اصل الاصول عقيدة الرجعة العظيمة يمكنني ان اصفها بانها من الفروع الكبيرة المتفرعه عن اصل الاصول ويمكنني ان اصفها من انها اصل من اصول ديننا التي تتفرع عن اصل الاصول فديننا له اصل واحد هو الامام المعصوم يا علي انت اصل الدين وانتهينا هراء حوزه الطوسي اذا اردتم ان تتمسكوا بدين امام زمانكم فخذوه وارموا به بعيدا لا تلقوا به في المزابل لانه سيقذر المزابل لا تلقوا به في كنيف المراحيض سينجس الغائط هراء عقائد مراجع حوزه الطوسي ابعدوه عنكم طهروا عقولكم من قذاراتهم ونجاساتهم الفكريه والعقائديه الرجعه هي رجعه ائمتنا هؤلاء الحمير يتحدثون عن شيء اخر لا علاقه له بالعقيده السليمه الصحيحه ماذا نقرا في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء هذا الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان أذهب إلي موطن الحاجة في وصف سيد الشهداء قتيل العبرة إنما جاءت مجرورة هنا هذه اللفظة قتيل بالقياس لما سبقها وما جاء مذكورا قبلها قتيل العبرة وسيد الاسرة الممدود بالنصرة متى يوم الكرة هذه هي الرجعة التي يجب علينا أن نعتقد بها ما هذا الوراء الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة هذا ضراط هذا هذا ضراط في ضراط إنه ضراط المرجع الأعلى عقيدة الرجعة هذه هي قتيل العبره وسيد الأسرة الممدود بالنصرة متى يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته هذه هي الرجل والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرض الجبار ويكون خير أنصار هذه هي الرجعة عقيدة الرجعة هذه هذا الضراط ما علاقته بالموضوع الرجعه هي الرجوع من كل طائفه فئه من اين جاء بهذه العقيده لا ادري عقيده الرجعه عند ال محمد هي هذه اقراها عليكم مره اخرى قتيل العبره انه الحسين قتيل العبره وسيد الاسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله ان الائمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في اوبته مؤمن بإيابكم هي هذه الاوبة والفوز معه في اوبته والاوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته بعد العصر القائمي الاول حتى يدرك الاوتار ويثأر الثار ويرضى الجبار ويكونوا خير انصار يكونوا خير انصار لمن لمحمد صلى الله عليه واله في الدوله المحمديه العظمى الذي لا يعتقد بالرجعه لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه واله الاعتقاد بنبوة محمد في مرحلة التنزيل هذه عقيدة نواصب سقيفة بني ساعد نبوة محمد الحقيقية تتجلى متى في الدولة المحمدية العظمى في اخر عصر الرجعة العظيمة ما هو القران يحدثنا عن ذلك هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير انها الرجعه انها الدوله المحمديه العظمى من دون الاعتقاد بهذه العقيده فإن الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه واله لن يكون سليما. ستكون العقيدة بنبوته عقيدة مبتورة ومن هنا فإن الرجعة من اصول ديننا لا كما يقول هذا الحمار وكما يقول حمير حوزة النجف من امثال الخوئ الخوئي ماذا يقول؟ ما هو الضراط؟ هو الضراط صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذا هو الجزء الثاني وهذه طبعة دار الصديقة الشهيدة الطبعة الأولى ألف هجري قمري قم المقدسة صفحة أربعمية سؤال ألف وسبعة رقم السؤال ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها السائل هكذا يسأل ماذا يجيب الخوئي المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البحث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. الضراط هو الضراط، ضراط الخوئي هنا هو ضراط إسحاق الفيا. الضراط هو الضراط. هذه رجعه اهل البيت هؤلاء يتحدثون عن علائم ظهور صاحب الامر عن رجوع بعض الاموات هذا لا علاقه له بعقيده الرجعه الرجعه تكون بعد انتهاء العصر القائم وهي ترتبط بشكل مباشر بمحمد وآل محمد إنها رجعتهم هكذا يضرط الخوء السائل يسأله فيقول ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها فيضرط الخوء فيقول المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به ضراط في ضراط وضلال في ضلال مرجئية بترية نصبية هذه العقائد أتحدث عن ناصبية الشيعة عن نواصب الشيعة وهذا المرجع الأعلم الأضرط إسحاق الفياض أيضا يجيب الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة وهي ليست من أصول الدين ما هو الهراء هو الهراء والضراط هو الضراط الرجعة التي هي العقيدة الاصل والتي يجب علينا ان نعتقد بها ومن دون الاعتقاد بها فان عقيدتنا بنبوه محمد صلى الله عليه واله ستكون عقيده مبتوره ستكون عقيده ضاله كعقيده نواصب سقيفه بني ساعده الذين يجعلون نبوه محمد صلى الله عليه واله في مرحله التنزيل ايه نبوه هذه والامه ضلت من بعد ما قتلوا رسول الله ارتدت الامه ولم يبق على دين محمد صلى الله عليه واله الا سلمان والمقداد وابو ذار ايه نبوه هذه والقرآن يصرح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثلاثة فقط بقوا على الدين، متى ظهر دينه على الدين كله؟ هذه عقيدة نواصب سقيفة بني ساعده من ان نبوة النبي محصورة بمرحلة التنزيل مرحلة التنزيل كانت مقدمة لمرحلة التأويل والتأويل هو مقدمة للعصر القائمي والعصر القائمي الأول مقدمة للرجعة العظيمة والرجعة العظيمة بكل كراتها وأوباتها مقدمة للدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الدنيا وجنة الارض وهناك تتحقق نبوة نبينا هذه هي الرجعة اهم اصل من اصول ديننا ومن اصول عقيدتنا هؤلاء السفلة لا يؤمنون بها الائمة لا يعدون الذي لا يؤمن بالعقيدة هذه من شيعتهم حينما نقرأ في زيارة صاحب الامر في زيارة آل ياسين هذه الزيارة التي بعث بها إلينا إمام زماننا وذكر أصول العقيدة وفروعها ماذا جاء فيها؟ وأشهد أنك يا بقية الله، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأشهد أنك حجة الله، هذه زيارة آل ياسين المعروفة المشهورة وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله أنتم الأول والآخر انتم اصل الدين وماذا بعد؟ وان رجعتكم رجعة محمد واهل محمد هؤلاء الجيران يتحدثون عن رجعة اناس اخرين مثلما يقول اسحاق الفياض الرجعه هي الرجوع من كل طائفه فئه لا شان لنا بهذا الموضوع هذا الامر يرتبط بالعصر القائمي الاول عقيده الرجعه تتحقق بعد انتهاء العصر القائمي الاول انها رجعتهم صلوات الله عليهم لقد تحدثت عشرات وعشرات وعشرات من الايات في القران عن هذه العقيده بحسب تفسيرهم لقرانهم صلوات الله عليهم ذلك التفسير الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير انا لا اتحدث عن التفاسير القذره لنواصب سقيفه بني ساعده ولا عن التفاسير القذرة لنواصب سقيفة بني طوسي بني نجف ألا لعنة على سقيفتهم ألا لعنة على تفاسيرهم ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على عقائدهم المرجئية البترية القذرة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هذا قانون عصر الظهور الامام جاء به مقترنا مع عقيده الرجعه لان الائمه يعلمون يعلمون ان حقراء وأراذل وسفلة حوزة النجف ممن يقال لهم المراجع سينكرون هذه العقيدة وسيعلمون الشيعة نكران هذه العقيدة ويقولون لهم من انها ليست ضروريه وهم يشرحون لهم عقيده اخرى لا علاقه لها بعقيده الرجعه الاصيله. واشهد انك حجه الله انتم الاول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها، الرجعه التي قرات لكم شيئا من تفاصيلها في دعاء اليوم الثالث من شعبان الذي جاء مرويا عن امامنا الحسن العسكري في يوم مولد سيد الشهداء هي هذه الرجعه التي يشير اليها امام زماننا الحجه بن الحسن في هذه الزياره الشريفه في زياره ال ياسين وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هي هي التي جاءت مذكورة في الزيارة الجامعة الكبيرة في القول البليغ الكامل مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم وقد تكرر هذا المضمون في الزيارة الجامعة الكبيرة لا أجد وقتا لأن أقرأ عليكم كل شيء عودوا إلى برامجي المختصة بعقيدة الرجعة كي اطلعوا على تفاصيل الآيات والروايات والأدعية والزيارات ألا لعنة على عقيدة مراجع النجاة ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على حوزة النجاة لقد دمرت دين محمد وآل محمد هؤلاء السفله ماذا يتحدثون؟ عن اي العقائد يتكلمون؟ هذه عقائد محمد وال محمد من قرانهم من ادعيتهم من رواياتهم من زياراتهم هذا المدرط اسحاق الفياض من اين جاء بهذا التعريف للرجعه؟ الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة قارنوا بين هذا الكلام وبين ما جاء مذكورا في النصوص التي قرأتها عليكم هذه النصوص يفترض بكل الشيعة أن يقرؤوها وأن يعتقدوا بها فحينما يقرؤون هذه النصوص يضحكون على أئمته أو أنهم حمير لا يفقهون ما يقرؤون في الحقيقة هم حمير أتحدث عن الشيعة جميعا إلا ما رحم ربي رجاء أعرضوا لهم أعرضوا لهم الوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أزا على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه إيه؟ قال توصل إيه؟ اطمئنن تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين قال لي مستعجل وش داعي اقول تركب <applause> يعني خلاص أعاميشيني، ما تيجي بعدهم خلاص أعاميش، تيجي ميقول أقولك يا حركة صدود، ديخ عربي أقش، والناس عبارة كنا على ثلاثة وكلكم تعرفونه لأنه ما بدي أجيب الأسماء عرفت قال كرقم مثل ما كرقم اثنان، قال ديخ، لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة، لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة. يا شيخ كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو اعظم اسمع اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوط ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم را يظلموكم انتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخود عدينية وتعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخود عدينية تعالي حصرنا يا الربع دخية دخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية احنا نادية واحد هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره فقيه من لا يحضره الفقيه والذي يعرف بالفقيه العنوان الاصل لهذا الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه وهو قد قلد فيه عنوان كتاب للطبيب الرازي فالطبيب الرازي المعروف له كتاب عنوانه طبيب من لا يحضره الطبيب الصدوق قلد الرازي في هذا العنوان فاسمى كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه على أي حال هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 458 رقم الباب 455 الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ منه موطن الحاجه ليس منا الإمام الصادق هكذا يقول ليس منا ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ليس منا ليس من محمد وال محمد من لم يؤمن بكرتنا بكرتهم هم مثل ما قرات عليكم من دعاء الثالث من شهر شعبان المروي عن امامنا الحسن العسكري ومثل ما قرات عليكم من زياره ال ياسين التي خرجت الينا من الناحيه المقدسه من إمام زماننا الحجة بن الحسن ومثل ما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه تلك هي رجعتهم تلك هي كرتهم وليس هذا الهراء الذي يتحدث عنه الخوئي ولا هذا الهراء الذي يتحدث عنه إسحاق الفياض ولا هو الهراء الذي يتحدث عنه بقية المراجع من السيستاني وغير السيستاني من الأموات والأحياء إلا ما رحم ربي ممن آمن بعقيدة الرجعة مثلما وردت في رواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم لكنني أتحدث عن المجموعة الخوئية المرجعية فهذه عقائدهم هذا هو ضلالهم وأنا أتحدث بشكل خاص عن إسحاق الفياض في هذه الحلقات وأتحدث عن الآخرين عرضا وإلا فإن الموضوع بحاجة إلى تفصيل طويل جدا اعود الى كلمه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من لم يؤمن بكرتنا الكره التي يتحدث عنها الائمه ما هي بالكره التي يتحدث عنها الخوئي واسحاق الفياض وامثالهم من المراجع من مراجع حوزه الطوسي القذره وحينما يقول امامنا الصادق ليس منا من لم يؤمن بكرتنا هذا يعني انها من اصول الدين من الاصول العقائديه من العقائد الاسس الاعتقاد بالرجعه هو بعينه الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه واله. من دون الاعتقاد بالرجعة فإننا لا نعتقد بنبوة محمد. وإنما نعتقد بنبوة محمد كما يعتقد نواصب سقيفة بني ساعده من أن نبوته كانت في تلك المرحلة التي عاشها في مكة والمدينة. تلك مقدمة لمرحله التاويل والتاويل مقدمه للعصر القائمي الاول والعصر القائمي الاول مقدمه للرجعه العظيمه ومن رجعه الحسين الى الدوله العلويه الكبرى كل ذلك مقدمه للدوله المحمديه العظمى التي تتحقق فيها بعثة محمد. وتتحقق فيها نبوة محمد. ويتحقق فيها دين محمد ليظهره على الدين كله. هذه العقيدة السليمة الاصيلة بنبوة محمد صلى الله عليه واله عقيدتكم يا ايها الشيعه بنبوه محمد وفقا لعقيده مراجع حوزه الطوسي وهؤلاء عقيدتهم بنبوه محمد وفقا لعقيده نواصب سقيفه بني ساعده عودوا الى عقيده محمد وال محمد لقد شرحتها لكم وبينتها بالتفصيل والأدلة والبراهين في مجموعة حلقات أعرف إمامك لا تضيعوا العقيدة السليمة الأصيلة لا تلجأوا إلى هؤلاء الأوباش هؤلاء الأراذل الحقراء من حقراء الشيعة من مراجع حوزة الطوسي من المرجئة والمقصرة والبترية. عودوا إلى دينكم الحقيقي. إنه دين محمد وآل محمد الذي لا يفقه منه هؤلاء المراجع شيئا أبدا. الصادق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. هذا كتاب الفقيه للصدوق وهذا كتاب اخر ايضا صفات الشيعه الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا اسحاق الفياض يقول وهي ليست من اصول الدين ولكن من يلتفت الى ثبوتها عن النبي والائمه عليهم الصلاه والسلام وجب عليه الاعتقاد بها وكيف تلتفت الشيعه وانتم تقولون لهم من انها ليست من اصول الدين وليست عقيده ضروريه ما هكذا تقولون لهم هكذا يقول الخوئي ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به الامام الصادق بكلام صريح وفي اوثق مصادرنا في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. وهذا الغبي الاثول الخوئي هكذا يقول ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به، قارنوا بين دين ائمتكم وبين دين مراجع حوزه الطوسي. هذا هو الذي اقوله دائما، هناك تشيعان. هناك تشيع للحجة ابن الحسن وهناك تشيع لمراجع حوزة الطوسي وهذا التشيع لا علاقة له بالتشيع للحجة ابن الحسن لا في العقائد ولا في فهم القرآن ولا في الفتاوى والأحكام دين محمد وال محمد غير دين حوزة النجف، غير دين الخوئي، غير دين السيستاني، غير دين اسحاق الفياض. أنا أكذب تأكدوا من كلامي، عودوا إلى المصادر، ابحثوا بأنفسكم، ارحموا أنفسكم. إذا كذبتموني لا يضيرني هذا، صدقوني أنا أوصل الرسالة إليكم وأقول لكم في أمان الله لا أريد منكم شيئا لا من كباركم ولا من صغاركم. هذه رسالة وأمانة حُملتها من قبل الأجيال السالفة من حمله فكر اهل البيت هذه امانه وصلتني عبر المفضل بن عمر عبر محمد بن الحسن الصفار هذه الامانه وصلتني عبر هؤلاء الافذاذ عبر احاديثهم عبر الكليني عبر النعماني وصلتني هذه الامانه وحملتها وجئتكم بها امانة اريد ان اوصلها اليكم تفحصوها قد تجدونها ثمينة تفحصوها قبل ان يسبق الاجل اليكم هذا هو ديننا الاصل دين السيستاني ودين الخوئي ودين محمد باقر الصاد ودين بشير النجفي ما هو بدين محمد وآل محمد هذا دين الطوسي وأهل الطوسي الطوسي وآل الطوسي ما هم محمد وآل محمد ولذا فإن صادق آل محمد يقول مثل ما قرأت عليكم من لم يؤمن بكرتنا ليس منا ليس منا من لم يؤمن بكرتنا اما هذا الخوئي على دين الطوسي وال الطوسي يقول ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به مع ان الرجعه التي يتحدث عنها ما هي بالرجعه التي يتحدث عنها الامام الصادق وهذا الكلام هو كلام السيستاني نفسه اما محمد باقر الصدر اساسا لا يؤمن بالرجعه ويستهزئ بها ويسخر منها مثل ما يسخر منها محمد حسين كاشف الغطاء ومثل ما يسخر منها الوائلي ومثل ما يسخر منها كثيرون في حوزه الضلال والسفاهه والحقاره اتحدث عن حوزه النجف القذره وهذا الخثير ايضا هذا سيحيق ايضا يعرف الرجعه بتعريف ضال بتعريف جاهل ويقول عنها وهي ليست من اصول الدين هذا كتاب صفات الشيعة يجمع الشيخ الصدوق فيه ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من صفات الشيعة الحديث الحادي والأربع هناك تسلسل واحد في الكتاب كله الحديث الحادي والأربع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال إمامنا الصادق؟ دققوا معي دققوا معي دققوا معي هذا هو دينكم من أقر بسبعه أشياء فهو مؤمن من أقر بسبعه أشياء فهو مؤمن لن أقرأ الحديث بكامله لأنني سأحتاج إلى شرحه وأنا أتحدث عن الرجعة هنا فقط لكنني ساقرا ما يرتبط بموضوع الحلقه بالموضوع الذي اتحدث عنه من اقر بسبعه اشياء فهو مؤمن يعني هذه الاشياء اذا لم يقر بواحده منها سيكون ليس مؤمنا من اقر بسبعه اشياء فهو مؤمن البراءة من الجبت والطاغوت، البراءة من سقيفة بني ساعدة انها براءة فكرية اولا وهذا هو الذي تفتقرون اليه يا ايها الشيعة لان حوزة النجف اساسا لا تعرف معنى البراءة الفكرية لانها غاطسة في القذارات الفكرية الى ام راسها في عقائد سقيفة الجبت والطاغوت من أقر بسبعه أشياء فهو مؤمن، أولا البراءة من الجبت والطاغوت براءة فكرية وبراءة عاطفية وبراءة قولية وبراءة عملية حينئذ يكون الانسان قد تبرأ من الجبت والطاغوت، اما ان يلعن بلسانه وان يبغضهم بغضا عاطفيا وهو غاطس في عقائدهم وقذاراتهم هذا لا ينطبق عليه وصف البراءة من الجبت والطاغوت فهو ليس بمؤمن. من أقرّ بسبعه اشياء فهو مؤمن، اولا البراءة من الجبت والطاغوت، ثانيا الاقرار بالولايه لمحمد وال محمد ثالثا والإيمان بالرجعة ورابعا وخامسا يستمر الحديث الإيمان بالرجعة جاء مباشرة بعد البراءة والولاية بالضبط مثل ما جاء في زيارة آل ياسين وأشهد أنك حجة الله أنتم ال اول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هكذا قرات عليكم من زياره ال ياسين واشهد انك يا بقيه الله حجه الله انتم الاول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها الكلام هو الكلام منطق واحد ذوق واحد تعبير واحد الا لعنه على حوزه النجا الا لعنه على حوزه الطوسي التي دمرت احاديث اهل البيت بالقذارات الناصبيه من اقر بسبعه اشياء فهو مؤمن اولا البراءه من الجبت والطاغوت ثانيا الاقرار بالولايه ثالثا الايمان بالرجعه بالرجعه التي حدثتكم عنها من رواياتهم وادعيتهم وزياراتهم بل من قرانهم عشرات وعشرات وعشرات الايات في رجعتهم بحسب تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الذي لا يقر بهذه التفاصيل ليس مؤمنا من أقر بسبعه أشياء فهو مؤمن الأمر الثالث الإيمان بالرجعة هذا حديث إمامنا الصادق من كتاب صفات الشيعة للصدوق الحديث الحادي والسبعون من الكتاب نفسه عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف من هو مؤمن حقا وهو من شيعه اهل البيت الامام في اخر الحديث ماذا يقول فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا اهل البيت من هو هذا من أقر بتوحيد الله ونفي التشبيه عنه وأقر بنفي التشبيه عنه ثم يستمر الإمام الصادق الحديث طويل إذا قرأته لكم أحتاج إلى شرح عبائره وإنما سأذهب إلى موطن الشاهد فمن جملة ما يأتي مذكورا في تفاصيل العقيدة التي إذا ما اعتقد بها المعتقد سيكون مثل ما قال إمامنا الرضا فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت وأقر بالرجعة الإمام الرضا يعدد لنا تفاصيل ديننا التي اذا ما اعتقدنا بها وصفنا بهذا الوصف فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا اهل البيت بدا الكلام من اقر بتوحيد الله الى ان يقول امامنا الرضا واقر بالرجعه فالإقرار بالرجعة هو جزء ضروري من الإيمان هؤلاء الغبران الخوئي السيستاني إسحاق الفياض محمد باقر الصادر الذين سبقوهم الأحياء الآن الذين سيأتون هؤلاء لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد دين محمد واهل محمد هذا هو الذي اقراه عليكم. من اقر بتوحيد الله و, و وأقر بالرجعة و, و إلى ان يقول فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا اهل البيت. قارنوا بين هذه الحقائق وبين الدين الذي عندكم الذي تعلمتموه من هؤلاء الثولان من هؤلاء الحمير اتحدث عن كبار مراجعي الحوزه المرجئيه البتريه التقصيريه الناصبيه الاشعريه المعتزليه الطوسيه الا على لعنه عليها ولعنه على منهجها القدر هذا المنهج الذي يتعارض ويتناقض مع هذا الدين مع دين محمد وآل محمد وعلى عينك يا تاجر أنا آتيكم بكتبهم القذرة واقرأ عليكم فتاواهم فساواهم وأجوبتهم النجسة هؤلاء الحقراء وأقارن لكم فيما بين قذارتهم وبين قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم كما بايعنا في بيعه الغدير وبين حديث محمد وال محمد المفهم بقواعد التفهيم العلوي كما بايعنا في بيعه يوم الغدير بل في الغديرين في الغدير العلوي والغدير المهدوي نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى عليه السلام، إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا سؤال اخر في موضوع مهم والهراء هو, هو الهراء فهذا الفياض يفيض جهلا ويفيض مرجئية وبترية وتقصيرا سؤال عن تكليف الشيعة زمان الغيبة هذا الغبي الأغبر ينفي أن يكون هناك من تكليف في زمان الغيبة يرتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على هذا السؤال وجوابه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لاسحاق الفياض. واتركوا الصوره على الشاشه حتى اكمل قراءه السؤال والجواب هذه الصفحه عنوانها العقائد والشعائر الحسينيه انها من الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض اقرا السؤال عليكم السؤال نسال الله ان يوفقكم لكل خير يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبه الامام المهدي